مشاهدينا ورجعنا تاني، وزي ما قلت لكم انه الفقره النهارده هي فقره بتهم عدد كبير جدا من السيدات، خصوصا انه اللي عندهم مشاكل في موضوع الوزن، موضوع السمنه، بتبقى في وزن معين بتامل ان هي توصل له. ولكن هنتناقش في كل التفاصيل دي مع ضيفي الدكتور احمد عطيه الدهشان، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. اهلا بك دكتور احمد. اهلا بيك، كيف الصحه والاخبار؟ يا رب تكونوا بخير كده وكل المشاهدين بتوعنا بقى. احنا عايزين النهارده نحط كده زي روشته سريعه لبعض التفاصيل اللي ممكن تكون بتؤرق السيدات. موضوع السمنة ده بيبقى عند السيدات وعند الرجال، يعني عند الاثنين، ولكن موضوع السمنة بشكل كبير عايزين نعرف امتى انا اعرف ان انا وصلت لما يسمى السمنة، وايه فكرة ان انا يبقى عندي سمنة موضعية ولا سمنة مركزية؟ ايه التفاصيل دي اللي الناس بتقولها ومحدش؟ والله بص، بالنسبة للتفاصيل دي تفاصيل كبيرة جدا، احنا مش عايزين برضو النهاردة واحنا بنتكلم مع الناس عايزين ندي الناس معلومات مفيدة. صحيح. مش زي ما دخلوا يخرجوا زي ما دخلوا، عايزين كل الناس تبقى طالعة كده من الحلقة بتاعتنا كده مبسوطة. في البداية ما نيجي نتكلم، قلت كده في البداية ان السمنة لا هي عامل خطر، لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر، هي عامل خطر لكل الناس. بيجي لنا ناس كتيرة جدا في العيادات واغلبهم بتوع مشاكل العظام المختلفة، الناس اللي بتعاني من مشاكل العظام المختلفة سواء كان ارثرايتس او سبرين او امسكي كده مشكلة في العظام كده، واجي اسالها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم. انت بتتابع مع دكتور عظام؟ اه كنت بتابع مع دكتور عظام. قعدت قد ايه؟ ست شهور او سنه، منهم ست شهور ومنهم سنه. طب عملت ايه؟ انا خدت حقن موضعيه، خدت حاجات كتير علشان عشان مشاكل العظام المختلفه. فالجواب فساعتها انا بشكل مستمر بقول لهم طب هل الدكتور نصحك ان انت تنزلي في الوزن؟ وقال لي بعد ما استعملت بقى لي ست شهور ماشي على النظام البروتوكول العلاجي اللي هو قال اللي عليه، قال انا استعملت معاك كل حاجه يلا انزلي في الوزن. قلت ايه؟ ازاي اعرف ان انا عندي سمنه؟ ازاي ان انا عندي سمنه؟ بس لازم النقطه ديت، لازم ناس بتتالم يوميا بسبب مشاكل العظام المختلفه، لازم نبقى عارفين ان السمنه ديت حمل على العظم فبيسبب لنا مشاكل في العظم، حمل على القلب فبيسبب لنا مشاكل في القلب. اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكله في السمنه سبب لاكثر من 50 مرض ينتهي بالموت. لكن في البدايه ازاي اعرف ان انا شخص سمين؟ امتى اقول؟ او طبعا احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه كده ممكن نلخصه في البدايه، اللي هو مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها؟ الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها مين؟ قلنا مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى تصلب الشرايين، الناس اللي وزنها زايد عن المعدل الطبيعي. دي كلها نقدر نقول الناس اللي بشكل اساسي اللي احنا ان دي عامل خطر، السمنه عامل خطر عليهم، لازم تنزل وزن. حتى لو الدكتور بتاعك ما طلبش منك ان انت تنزل وزنك بشكل مستمر طول ما في حمل على القلب، حتى لو بتاخد ادويه القلب مش هتنزل، مش هنقدر نحل المشكله بتاعتنا. فرجاء من كل الاطباء المحترمين في عياداته ما تلاقي حد عنده زياده في الوزن بشكل مباشر وجهه ان هو مع البروتوكول العلاجي. وفي اطباء محترمين بيحولوا لنا الحالات بشكل مستمر، يا دكتور الدكتور قال لي امشي على الادويه الفلانيه وروح لدكتور تغذيه عشان يعدل نظام غذائي. فدي النقطه من البدايه. احنا قلنا كده مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها؟ عايز اخش على السؤال بتاعك عشان ما نساويش، اللي هو احنا بنتكلم عن زياده الوزن وبنتكلم عن السمنه، في حسبه بسيطه اللي هي مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم دي عباره عن الوزن على مربع الطول.
الوزن بيبقى بالكيلو جرام فوق على مربع الطول اللي هو الطول في نفسه بس بالمتر. يعني مثلا انا مش عايز ادخل ناس في متاهات، هناك طريقه بسيطه اللي احنا بنقولها بشكل مستمر، يا عم اطرح من الطول بتاعك 100 هو ده الوزن المفروض اللي انت المفروض تبقى عليه. لو اكتر من كده دي حسبه بسيطه، لكن الحسبه الدقيقه اللي احنا بنستعملها في الاعداد اللي هي الوزن على مربع الطول. الناتج بتاعنا لو الوزن على مربع الطول كان من 18.5 ل 25 نقدر نقول ده الرينج الطبيعي، الوزن الصحي اللي احنا نكون المفروض نكون عليه. اقل من كده نحافي اكتر من كده بيبقى في زياده في الوزن، من 25 ل 30 زياده في الوزن، من 30 ل 35 سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، اعلى من كده بيبقى سمنه مفرطه وبتحتاج يعني بتحتاج مننا مجهود. طيب كبير الطريقه يعني اللي ممكن مريض السمنه ان هو ينزل بيها وزنه لكن تكون طريقه مريحه، يعني البعض هنا مثلا ممكن يعمل نظام غذائي قاسي جدا فممكن يخش في امراض، يخش في فقر دم، يخش في مشاكل تانية كتير، فايه الطريقه المثلى اللي ممكن ان هو يتبعها وفي نفس التوقيت ينزل وزنه بما هو مناسب لجسمه؟ يعني هو يعني ضروري احنا لما نيجي نقول مثلا ولكن ان احنا عايزين نمشي على زي ما انت قلت كده، هناك انظمه خاطئه وهناك انظمه مبنيه على الحرمان. طبعا انا بقول بشكل مستمر حتى في حلقات من قبل، يعني كنت بقول بشكل مستمر بقول يا جماعه لو انت ماشي على نظام غذائي وهذا النظام الغذائي مبني على باسلوب الحربان ابعد عنه، حتى لو يعني حتى انا ما اعرفش يعني هناك بعض المتخصصين يعني ما لم يكن هناك خلل مرضي، يعني مثلا هناك بعض المتخصصين يعملوا انظمه غذائيه يبقى مبنيه يعني يعني ميه وفاكهه فقط، موز رجيم الموز رجيم نتكلم عن الكيتو، والكيتو مفيد لكن لحالات معينه لكن ليس لكل الحالات. يا جماعه لازم نوجه رساله لكل الناس ان جسم الانسان ده عقد تكوين موجود في العالم، اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش لغيره. ففكره اي نظام غذائي يكون مبني على الحرمان الشديد لابد ان احنا نبعد عنه ونطلعه من الحسبان بتاعنا. طب يا دكتور ايه الحاجات البسيطه عشان نخش بقى على سؤال ايه اللي هو البسيطه اللي انا ممكن اعملها؟ هديكم كده شويه حاجات في نمط الحياه الصحي بسيطه وغير مكلفة ويستطيع أي شخص في البيت يعملها وبرضه ينزل في الوزن. أنا مش أنا بوعد أي حد يعمل هذه الأشياء حتى يعني بوعده بنزول في الوزن، أي حد بيجي لي العيادة أنا بدي له النصائح دي يعني بشكل مستمر، بدي النصائح دي بشكل مستمر، فبكشف لكم أهو على أسرار داخل العيادة. فيعني فلما نيجي نتكلم إحنا فعايزين ناخد الحاجات بقى دي يعني على محمل الجد وإن إحنا نبقى حريصين إن إحنا نمشي عليه. أول حاجة ممكن نتكلم فيها في نمط الحياة الصحي عشان ننزل في الوزن نقدر نقول النظام الغذائي الصحي. النظام الغذائي الصحي اللي هو المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية. هقولهم بشكل سريع ونمسك حاجة حاجة بشكل بسرعة كده. ما نقول نظام غذائي صحي يعني فيه سبع حاجات رئيسية. سبع حاجات رئيسية. نتكلم عن إن يبقى فيه الكربوهيدرات، في الفات، في البروتين، في الفيتامينات، في الأملاح المعدنية، في الفايبر اللي هي الألياف، في المية. ووقفنا كده على رقم سبعه اللي هي الميه، ما نيجي نتكلم بقى عن الميه، لازم نبقى عارفين يا جماعه ان الميه دي يعني نقدر نقول زي يعني الميه ديت نقدر نقول 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه بتحط فيها ميه بتحط فيها حياه، يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حال، لكن هناك طريقه لشرب الميه لو واحد عايز ينزل في الوزن، بشكل بسيط ما نيجي نقول الطريق ما نيجي نتكلم نقول كده شرب ما نيجي نتكلم عن شرب الميه نقول ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة، شرب الماء دائما يكون قبل الوجبات. بالنسبة للناس اللي عايزة تنزل في الوزن كوبايتين مية دافية قبل كل وجبة بنص ساعة ديت كفيلة إن هي تحسن لنا من معدل الحرق والتمثيل الغذائي داخل الجسم. فما نيجي نتكلم عن شرب المية برضو نتكلم إن إحنا أنا بنصح الناس بشكل مستمر حتى الناس اللي بتتابعنا واللي بتيجي عندنا العيادة بشكل مستمر بقول لهم كده يعني في اي نظام غذائي انا بعمله حتى انا بكتب انا يعني من ضمن الحاجات انا مش بطبع انظمه غذائيه، كل واحد طبعا زي ما قلنا كده من شخص للتاني بيختلف على حسب الحاله المرضيه، ما بكتب نظام غذائي لكن هناك شيء ثابت انا بكتبه بشكل مستمر اللي هو عند الاستيقاظ، الناس طبعا اللي عارفاني في العياده واللي موجوده معايا وبتتفرج علينا دلوقتي اكيد يعني حافظت هذا الكلام اول ما يصحى من النوم او عند الاستيقاظ قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، قبل ما نعمل اي يكون جاهز الميه تبقى ميه دافيه كده، ممكن يعني تبقى دافيه مش سخنه ولا بارده، يعني ميه فتره يعني فتره بسيطه. مثلا اقول لك شرب كوبايه ميه دافيه على الريق، كوبايتين ميه دافيه على الريق، ثلاث كوبايات ميه دافيه على الريق، معاك لحد اربع كوبايات ميه دافيه على الريق. هناك في دراسه اتعملت الاتحاد الياباني بيقول عليها اللي هي ان احنا شرب اربع كوبايات ميه دافيه على الريق كفيله ان هي يعني احنا استطعنا ان احنا مثلا وليكن نتخلص من امراض
بعض الامراض المزمنه فقط بشرب الميه. يعني ايه امراض مزمنه؟ بنتكلم عن مرض السكر من نوع تاني، وطبعا مش هتلاقي حد يقول هذا الكلام، لكن انا بتكلم عن تجربتي وداخل العياده، وفي ناس بتسمعني تعافوا بشكل تام من مرض السكر من نوع تاني فقط بشرب الميه، بطريقه شرب الميه مع النظام الغذائي الصحي مع الحاله النفسيه الكويسه مع الرياضه. فانا بتكلم مثلا اقول لكم لما نيجي نتكلم عن شرب الميه، يبقى عايزين شرب من كوبايه. في ناس طبعا كبيره في السن مش هتقدر ان هي تشرب، يا دكتور اشرب 4 كوبايات ميه دافيه، ده انا بشرب الميه بالعافيه. كل واحد على فبنبدا بالبدايه معاهم بكوبايه ميه دافيه، وبعد كده نقعد شويه، وبعد كده نطلب منهم كوبايتين، بعد كده نقعد شويه، وبعد كده نطلب منهم 3 لحد ما نوصل للمعدل. طيب شرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق كفيله ان هي تحسن لنا من الحرق والتمثيل الغذائي. يا جماعه والله يعني نتائج سحر، فقط بس بنتكلم عن شرب الميه. يبقى احنا قلنا كده ايه شرب الميه، في 3 حاجات مرتبطين ببعض. طب ناخدهم سريعا عشان الوقت. الوقت بتاعنا ناخدهم سريعا بس ميه ورا الميه. نتكلم عن احنا في 3 حاجات قلنا الالياف، قلنا الفيتامينات والاملاح المعدنيه. هنلخص الحاجات دي، طبعا احنا محتاجين حلقات نتكلم في كل نقطه من النقط دي بشكل مفصل بحيث المشاهد يبقى دي خلينا يبقى احنا نقول ما نيجي نتكلم هناخد الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف من خلال طبق السلطه خماسي الالوان. ايه هو طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد دهشان ده؟ بشكل بسيط يعني اي حد كده بنقول له طبق السلطه ده بيبقى فيه 5 الوان رئيسيه. فنتكلم على اللون الاخضر زي الخس، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجله، الكابوتشي، الملفوف. يعني اي حاجه نتكلم ان احنا نستطيع اللون الاخضر، خضروات داكنه اللون الخضراء. يبقى كده ده اللون الاخضر. نتكلم مثلا وليكن على اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، طبعا البنجر والشمندر نعمل له حلقه ثانيه كده لوحده كده نتكلم عن الفوائد الصحيه الموجوده فيه. نتكلم عن اللون الاصفر زي الليمون او الفلفل الاصفر. نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر. نتكلم عن اللون الانسناء، اللون الابيض اللي هو الثوم والبصل. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل طبق سلطه خماسي الالوان بيحتوي على كل هذه العناصر، يبقى احنا ضمننا ان احنا ناخد الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، ناخد الاملاح المعدنيه اللي احنا محتاجينها، هناخد ايه تاني؟ هناخد الالياف اللي احنا محتاجينها، وبالتالي هنحس بالشبع. لو قدرت ان انت تبدا كل وجبه بتاعتك بالنسبه انا، هل ادويه التخسيس يتم النصح بيها للمرضى السمنه ان هي يبتدي ان هو ياخد ادويه التخسيس، هل هي فعاله في موضوع السمنه انقاص الوزن، ولا الموضوع مش بس على ادويه التخسيس؟ تمام، سؤال جميل جدا. هناك ادويه تخسيس ابروفد من 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 المنظمات العالميه، واحنا بنكتبها في العياده مفيش اي مشكله. بس انا لما باجي اتكلم على التخسيس لازم بنتكلم عن 4 حاجات اساسيه، بنتكلم عن نظام غذائي صحي، بنتكلم عن الرياضه، بنتكلم عن نظام غذائي، بنتكلم بروتوكول علاجي كامل لابد ان احنا نمشي كله مع بعض. يعني لو في لكن لو في تغذيه سليمه ممكن يعني الادويه تكون عامل مساعد، وهناك ادويه ابروفد. مثلا لو نتكلم مثلا نقول يعني من الحاجات المشهوره بس هناك ادويه خطره. اي ادويه يا جماعه؟ في ادويه مع الاسف بتتباع في مراكز كتيره جدا، وفي مراكز مصريه انا اعرفها بشكل شخصي وكنت مع يعني عديت عليها. هذه الادويه يعني نقدر يعني فكره ان هذه الادويه تحتوي على ماده اسمها السيبوترامين، تحتوي على ماده اسمها السيبوترامين. السيبوترامين دي يعتبر من ماده قاتله طبعا، غير ان هي يعني ممكن تؤدي للموت، بتسبب ضربات قلب سريعه، ضربات القلب السريعه دي لا قدر الله هناك حالات في مصر كتيره جدا. يعني انت قصدك ممكن الناس تاخدها على عدم تغذيه سليمه فبتعمل مضاعفات بعد كده؟ لا انا اتكلم اي ماده، اي ادويه تباع في غير اماكن الرسميه، غير في غير الصيدليات، وبرضه مش كل الصيدليات. يعني لو دكتور ما اوصاش بيها، يعني لو دكتور ما اوصاش بيها، ومع الاسف في دكاتره تغذيه بيبيعوها في العيادات عندهم بس هي غير مرخصه، بتيجي عن طريق التهريب. هذه الادويه تحتوي على ماده السيبوترامين، وما تيجي تسالهم تقول لهم هذه بتحتوي على ماده السيبوترامين يقول لك لا ده اعشاب طبيعيه 100%. ومع الاسف هذه الادويه بتتباع يعني من خلال السوشيال ميديا، بتتباع من خلال فيسبوك، بتتباع من خلال تويتر، بتتباع من خلال شخصيات مثلا وليكن معينه بيدعوا ان هم متخصصين وبينزلوا هذه. طبعا ان الادويه دي تكون يعني زي ما انت قلت في الاول، كل جسم زي ما انت قلت ان كل جسم له طبيعه تعامل مختلفه، وده اللي احنا بنحاول ان احنا دايما نقوله لكم، انه اي حد بيروح لاي دكتور تغذيه يتاكد انه دكتور فعلا متخصص، مش حد بيكون اخذ مجموعه من التدريبات او الكورسات العلاجيه عشان يقدر يشتغل في هذا التخصص. والموضوع زي ما برضو الدكتور احمد قال، الموضوع مش بس علاج، الموضوع مش بس تغذيه، الموضوع هو زي ما انت قلت نموذج متكامل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، على امل
ان احنا نرتب لقاء تاني نجيب فيه برضو على بقى احنا ما لحقناش نعمل حاجه. انا عارف لا بس يعني اعتقد في بعض المعلومات اللي تكون الناس استفاد بيها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا لله وان شاء الله رب العالمين نكون متواجدين معاكم بشكل دايم ان شاء الله نبقى حريصين ان احنا نفيد الناس بشكل مستمر يعني. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا فيك. ونتمنى ان انتم زي ما انا بقول موضوع التغذيه موضوع السمنه الموضوع مش بس وزن معين مش عدد كيلوات المفروض ننزلها هو زي ما كل المتخصصين بيقولوا هو موضوع متكامل لازم ناخد بالنا كلنا عليه واهم من ده لازم التغذيه تكون سليمه حتى لو في نظام غذائي ارجو ان انتم تختاروا بعنايه الطبيب اللي انتم بتتوجهوا له. بشكركم شكرا جزيلا ونتقابل ان شاء الله غدا في حلقه جديده من صباح الشرق. الى اللقاء.